السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل إذا أراد أن يذبح عقيقة عن أحد أولاده فإنه يذهب إلى محلات اللحوم المتخصصة، وهي تذبح الغنم يوميا وتسلخها وتعرضها للبيع كاملة، فيختار منها واحدة بنية العقيقة حال كونها مذبوحة، فهل يصح ذلك؟ لا لا، ما يصح، ما يجزي هذا عقيقة. يشري لحم ما يجزي عقيقة، لأن الذبح مقصود هو التقرب إلى الله عز وجل، هو المقصود اللحم، المقصود الذبح، الذبح عبادة لله عز وجل. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،